السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. بالعمالات أبل شوي أسب صلاح أسب صلاح ما يسمعني. صلاح يالس هناك حينه هناك في الحجرة عندهم في المطبخ التحضيري يالسين ويحاشرين الدنيا مشقل اليوم لهم شلات مالها للسعودية ما أدري شو عاد شلت منو لكن مشغل لهم شلات أسمعه. قلت بسلم عليكم قبل ما أصير عند صلاح. فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. بارك الله فيكم في كل من تحبون وتودون. الأمور طيبة اليوم والحمد لله. كل شيء زين. تمرنت البارح وضويت البيت ويتلقت قدامي الخبير ورمسنا وسولفنا شوية وهو صار بيته وأنا دخلت أبوي عنده. سلام عليكم. ايه مبسوط يترقص لك. سلام عليكم. تعرف ترقص دواركا؟ ما اعرف ابي. حرام عليك لا تعرف مسكينة. مرة خلينها ما تعرف شيء. لا تعرف حبيبي. كل شيء زين. انت بخير؟ زين. ايوه كل شغلته. هي منك صلاح؟ بخير. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم لك الحمد. هاي هم باروحة مب من هاي لك كل واحد هاي كل مبهم وحدة ترى كل وحدة نمونة كل وحدة نمونة. شو حبيبي؟ نزيل لك الحين شو تسوي الحين بيون هل بالرياضة؟ ها؟ يوم بيخلصون الرياضة بتصير نزيل. ماشي وقت حيلة نص ساعة بيون. لا والله 5 دقايق. صلاحي بيصير الصالون اليوم هذا وقت التعتيج ماله الحمام المغربي وصلاح نسن اليوم بيون هل بال شو اسمه؟ هل بالعلاج الطبيعي. فلذلك ان شاء الله اليوم بخلي سوي القلابيه. شو رايك؟ وين مال لبسي وايد ضيج عليك ما بي غلي زين ما يسوي هالشكل رياضه ما في مشكله سامحي الدكتوره سامحي مره ثانيه بيجي جاهز شورت ما باسل المره الجايه يعني كان من الحي ان شاء الله. شورتك وين هذا؟ لا تن ما قال بوم بوم. أشوي سمعت قال بوم بوم أنت؟ إيه. ما سمعت أنا. لا هني. متى؟ حين. أنا ما سمعت. شو؟ كذا ما؟ لا أنت ما تكذب. كرب. والله. قال بوم بوم حينه. أنا جب الحين. بينقع في وجهه ترى. بوم. ما تخاف؟ صلاح بردان يقول ابوي الكنديشن بارد. وين دقيقة يا رزيب بنت؟ هي تعرف؟ يا سر شغل هذاك. لا يشتغل بس يلا يجلس. اهلا ينك. يلا كم؟ هلو. Everybody's waiting for you. Good morning. Hello. زين نسلم؟ وين السلام؟ وين سلام عليك؟ أخ عليك ما في سلام عليكم؟ السلام عليكم. سلام. ها صلاح. Today he forgot to wear short. yeah. In the rubber shoes. It's okay. ما عليه اليوم بس. ما عليه زين؟ ما في مشكلة؟ No problem. No problem. اليوم ما في problem.
النظرات بس كم تسوى هالابتسامة؟ أنا وصلاح؟ شو هذا؟ What's her name? جبال أنا جوي جوز أيه يا ميري جوي جبال كيف ما تعرف أساميهن؟ الله يا بوك أنا ما روم أحافظها ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أربعة شوي هذا نفس يلا نفس نفس مني كشين بدأت تلفم أيوة 11 12 13 سترونج صلاح ما شاء الله ما شاء الله روح 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 يلا يلا 19 باقي واحد يلا 20 ما شاء الله صلاح استويت قوي في عضلات الحين درز مصل في شيء عضلات صلاح وين العضلات اوكي وان وين القوه ثلاثه اربعه خمسه صلاح بدر التليفون تريح منو بترمس انت بعد اخ عليك صلاح خلاص منو تكلم لا مسج جاي منك يلا حمال بني شو لونه؟ أبيض صح جود شو لونه؟ شو لون هذا؟ أبيض أزرق إيه هي هي أنت ألو في الخيمة حامل أخضر مع صلاح ما غاب الرياضة بعد باقي اثنين مغطيك هذا إيش قحية ما كحلي أسود 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 هي هي شرت لون السيارة باقي واحد مغطيك أيوة هذا إيش بوني صلاح أصفر لا تستعيل عاد أنت أنا بمنو يربع وراك بسير بسير دبي بتصير دبي صلاح تعرف الرجال الخيمة من رأس الخيمة يقول لا لا المخصب من خصب حبيبي هذا أبوي رجال جاي نظيف من هالخصب يا مرحبا بكم سهلة مرحبا 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 برعي خصب مرحبا بك وياي بسلام ابوي من هالخصاب وهرس لي بال كلهم جزاه الله خير مشكور يا شيخ ها حبيبي ابراهيم بن عيسى بن محمد الشحري والله مرحبا بك ساكن في انتم انتم ما ما تصيرون جبل خنزور لا جبل خنزور نحن في المدينه اه في البلاد هي وين الفندق اللي سكنتوا هي عبر ايوه ما شاء الله جزاك الله خير وشيخ احمد تراه شيخ قبيلتنا ما شاء الله شيخ احمد بن مسلم والله مليون والنعم جزاك الله خير شيخ احمد جزاه الله خير جزاك الله خير جزاه الله خير وصف لك البيت فسامحنا جيت البلد
ما شربنا ما شبنا ما الله كتب ترى الجماعة عندكم خلوني أتفيه أنا كنت مسافر غدا وعشاء وريوق ثلاث أربع وديات حتى يوم يجوا تايلند نعم أنا كنت موجود سبحان الله الوقت اللي يجوا عدنانية أنا في شكمان شوف أنت سبحان شو صلاح شو تقولوا لهم شيء تدرس you are coming tomorrow ورا بكرة هي إن شاء الله إحنا خلاص هي ريت دبي أو نات إحنا في السمح السمح وصلت السمح أنت باي سلام سلام بعد بكرة يجي هلا أيوة ملابس هي بيجي بلبس بنطلون ما شيء بخشيش بالعيد بالعيد عيد thank you very much girls thank you bye bye أقول لك أنت تشد نحن تعرف من قبل صح نعم كذا في أنت في جهاز استثمار مضاربة أنا كنت بيدي وانا عازبة كنا نمر عليكم هناك المكتب أيوة ما شاء الله أشوف رامني أيوة هذا أبوي هذا كل حق الله شاء يلا تتساقوا هناك بعد كل أبوي بين صف ويتعدل ينحط هنا وهذا أبوي ترى ولا شيء من للبيع كله لمن يرغب من القبائل كله لمن يرغب من القبائل وما أكثرهم عادل اللي يرغب من القبائل للقبائل قصدي اللي يتعرف وياهم صدقاني واللي ما تعرف وياهم أبوي ما يخصني فيهم هي نعم صدقاني وايدين ها شيء باجي بعد أي بارك الله فيك آه ما شاء الله أي بارك الله فيك بارك الله بارك تبارك الله أبوي كل حاجة هذا مال الاثنين هذا مال الاثنين حبه ما شاء الله ما في فايتين كبير في فايت كبير هي. بس الاثنين حبه مال هذا حق واحد تربال والله تبع لا تقطعون كل أبوي بعيس كم بسوي يدي بطي تراي ما يقدر شيء إلا هذا آه بعد واحد شحنة سوي كبير بس انتو قطعوا ولا بتقطع صغار صغار خلاص مال اول ها اثنين خلاص كبير هذا التنين الحين خلاص انا تجيب هي احنا شو باجي كله 10 فيه سوي تنين انت سويتي عنب وش بسوي به يلا السلام عليكم شقيقي خلف بن احمد السلام عليكم هوري وماي برادر هذا خلف بن احمد الله يحفظك يا هاي مسير على شقيقه الاصغر تعال يا عند الشمس أنا الشقيق ترى الأصغر وهذا الشقيق أنا الشقيق الأكبر هو الشقيق الأصغر بيني وبينك ست سنين ست ب... ست ثمان سنين بيني وبينك كم في دمك هم بين أصغر عنا بعد إن شاء الله نبيت غدا عندي اليوم عاد غدانا الحمة حوار جايتنا من فريج الهوامل الحمة حوار عليها رضوان من الله نعم ما بخبع عاد من أم الهوامل لكن من فريج الهوامل محمد سنان بعد هي عطية ناس محبين هب عطية تيجيتك عما تقول ما ييتك المراد الحين اليوم جايب لكم هب ناتك يتجتمع ناتك ب ب ب ب ب آدر آدر بناتك في آن واحد يجتمع ويسون تطبيق التطبيق هذا يعني يغنيك عن أشياء وايدة التطبيق هذا خصوصي للناس اللي ما بعارفين ومحتارين وين يغسلون ثيابهم وين يكونهم وأي لاندري وأي مكان وشو الأقرب وشو الأوفر وشو الأخير وشو الأحسن وشو الأنظف وشو الأسرع وشو اللي يميز كل لاندري عن الثاني وشو الخيارات وشو المسميات لاندريات اللي موجودين اللواندري يعني اللي لاندريات كذا واحد يعني معناته اللي كذا لاندري التطبيق فيه وانت ما عليك الا انك انت اول بادي تنزل التطبيق اللي يميز الله يحفظكم هذا التطبيق انك تدخل من تنزل التطبيق وتدخل على التطبيق بتشوف شو بتشوف مليون لاندري عندك بتشوف تخير وين الاقرب لك وين اللي انسب للمجين جو وين اللي أخير أنت إنسان عندك قطعة ثمينة ما بهاين عليك تودي حق اللاندري هذا أنا أسمع باللاندري اللي بالبقعة الفلانية وهاي القطعة الثمينة عندي عندها فستان من الفساتين الغلاية وياي من المعاريس
وتشببوا عليها يمي على العطورات وخاس الفستان بتودي عند واحد من طارف وهو مكلف هاي الحكي له بتودي عند واحد الفنان. الفنان وين بتعرفه؟ من تدخل التطبيق بتشيك بتعرف ان هذا الناس عطينا نجمة وهذا عطينا نجمتين هذا عطينا خمس فتتنقى الليفل اللي هو يوزلها ويقند راسه ان كنت ذكر او انثى. انا عن عمري عندي اكثر عن 17 شال، عندي شالات عمارهن اكثر عن 37 او 35 سنه لين اليوم بهاينات علي عقهن. والسبب شو؟ كنت طاحن عند لاندري تقرفطن قدر كل واحد كبر الكف وهن ترمه من الاصليات هاي الحينه اما هات 700 و500 لا جميع اللالات يميع لا من اللبليات اللي كان يبيع الأول عبد الله حسين أول ما سوى الدكان في سوق الأولي على 37 و38 شيء طبيعي ما بين أشار إنه مأخوذات اللي يعني شاف خيبة بعد ما المراد وقف طنقدا على هالكبير وما بهاين علي عقهم والسب الشو اللاندري نص الوادم تشتكي من اللاندري إنه يعني الأوتي وين مغسله المصبغة على قولة هالكويت حد منهم ما بشغلهم ما بولايتي. هذا التطبيق قدامكم شوفوا تروم تنزله من اندرويد وتروم تنزله من ابل ستور. التطبيق هذا اسمه جاست كلين يخدم سكان اهالي بوظبي العين دبي الشارجة. الشو المميز فيه من تفتح التطبيق بيظهر قدامك كل لاندري او مغسلة او مصبغة قريبة منك والتقييم عليها نجمتين ثلاث نجمات اربع نجمات خمس نجمات شيء بلي نجمة هذا اللي بلي نجمة اظني يغسل ببلاش. انزين ونيتوا للاسعار اسعارهم ابوي نفس اسعار اي لاندري ان كان عود ولا صغير اي مصبغة موجودة في دولة الامارات كل هالاسعار ابوي نفس الشيء ما بخير عنهم ولا بأدنى عنهم. يا غير اللي يميز هذا التطبيق والخدمة هذه انهم توصيل ياخذون عنك سامانك ويردونه برسم الخدمه بلاش ما شيء رسوم عليهن بلاش. انزين والغسيل السريع موجود عندهم في خلال اربع ساعات ان بغيت يسمونه الاول ارجنت ان بغيت ارجنت موجود في خلال اربع ساعات وان بغيت العادي ترى في خلال 24 ساعه نهار ثاني يبون لك سامانك اللي ياخذوه عنك. انزين الدفع بغيت تروم تدفع كاش وتروم تدفع بالفيزا هذا اولا وثانيا شيء عندهم ما كان سوى في الدنيا العود اللي هو يعطونك كيس خريطه تروم تمزرها لين عينها بيسوون لك ترتيب كامل ب 45 درهم ان كانت قطعه وان كان 10 وان كان 100 اللي بتضم الخريطه هايج بيسوون ابوي ب 45 درهم. هاي خدمه مميزه مش موجوده الا عندهم. إن الله يحفظكم قدامكم هذوها أنا بختار مصبغة اخترت هذه اختيار نوعين عندكم الطلب السهل أو اختار الملا أنا بغيت السهل الخدمة العادية أو الخدمة السريعة السريعة بغينا هذوها من ثلاث لين أربع يوم الأثنين قلنا إن شاء الله اللي عقب التسليم من 11 لين 12 قلنا إن شاء الله. هذه بارك الله فيكم تفاصيل الطلب مالي طلبي بيهيون يستلمون ساماني من الساعة 11 لين 12 في خلال ساعة وبيسلمون إياه في نفس اليوم من الساعة 3 لين الساعة 4 في خلال ساعة وخلاف عندك هذا البوكس اللي تحت البوكس هاي الملاحظات اللي انت بتكتبها تقييمك شو تبى شو ما تبى وتروم تحط هني الكود الخصم مال خالد الخالدي. أيوة يا سلام ما يبارك كلام هذا تطبيقهم وهذا كود الخصم مالي أسعارهم حالها حال أسعار كل لاندري في البلاد خدمة مميزة وتوصيل على هواك خدمة لا صارت ولا استوت. بارك الله فيكم نزلوا التطبيق أسرع ما يكون خدمة رقم واحد. لكم سوين الحمد حوار الحمد الحوار هاي منضاية فقط على البخار حبرويكم هاي الحمد الحوار شقال وهاي اللي فيها اللي تشوفونه هذا ترى مبدهنة هذه شحمة السنام
هاي وهذا السنام شوف قايل ايون هاي شحمت السنام هاي تشوفونها شحمت السنام شوف قايل هاي شحمت السنام والحمه شو غالي عاده بنرويكم الحمه الحوار شو غادي يا سلام سلم وغادي غير نمونه ريحته دواء دواء يعني من يت من عنده هل الحمه اللي عليها رضوان من الله يكون عمره يعمر غادي عمره من عمر شعيب النبي مشكورين مشكورين اللي من عندكم هالحمه اللي عليها رضوان من الله اقولكم سدك بس انت شو انت شحمت شحمت سدك انت هاي شحمت السنام شوف شو غادي غادي دواء 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 تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله فطريقة الشوي وايدين يقولون نحن نشوي لكن الشوي الله يحفظكم لو كل من يونير ما تم في الوادي شير حد من العرب يطبخ اللحم يوم ينضى نشب ودخله في الفرن ولا قال له وقال ابوي نحن هذا المشواي هذا ابوي يسمونه سم سقم ريج هذا بين قوسين سقم الشوي المشواي يغسل قبل اللحم بدمها ينحط لها ملح وكركم نص ساعة تنغسل زين ما زين وعقب تتبهر بالبهار اللي يباه راعي البيت أو تباه راعيات البيت كانها دياي ولا الحم الحم عاد بنواحة ان بغيت الحمة ضبي ان بغيت الحمة ضب ان بغيت الحمة ان شاء الله اللي يكون نحن اليوم حمتنا الحمة حوار جايتنا من الناس الأكرام الله يحفظهم فلذلك بوي وقفت بوي روح على الخدمة فلذلك ظهرت بهالنتيجة يلا هني وعافية على اللي بيأكلون أنا نسيت أخبركم أن كود الخصم مال جاست كلين طريقة استخدامه ما بلا مني والطريق لا لازم تدخل على تطبيق روحه بتلقط هذا يسمونه كود الخصم هذا الاشتراكات تنزل كود الخصم فيه تحط الاسم خلاص حصلت على 30 درهم بلاش 30 درهم أقولكم من الأشياء المميزة في سيرتي الملبورن استرالي ككل يعني كل فترة كل يوم بلقط لكم مقطع صغيروني وبنزله يوم بتفيق على فاقتي وبي على مزاجي بختار مقطع معين وبنزله أنا وايدي حي كل ما نزلت مقطع قالوا لي أبو محمد أنت في استراليا أبوي أنا ما في استراليا أنا تعيب من المقاطع في أي بلاد أخزنها أنزل موجودات على اليوتيوب على فكرة هالي أنزلكم إياه أنا موجودات على اليوتيوب تدريب الرب العرب من 6 و7 سنين طريقتي في الأكل والسير واللي وكيف أمشي وكيف أقول شو ما أقول حتى وكنت بلي لحية بلي عارض وحين ربينا العارض والسينة سيرة سينة سينة السنة سيرتنا لندن تكون بالعارض وسيرة استراليا بلي عارض وش المشكلة يعني أن أنا تسير بعارض ولي عارض وكل سنة كل فترة بنظهر لكم شيء بنظهر الحين هذا لا هذا مظهور أبوي من اليوتيوب ومنزل على اليوتيوب وعليه مشاهدات بالآلاف بعد من اليوتيوب وتدريبه الطلبة والسفارات والشارق والغرب والقنصليات والناس كلها تدريب الرب والعرب وكل شيء يقال حاليا هذا شفت التيب ريكورد الإعادة إعادة يعني كوبي بيس بيس كوبي كوبي بيس ثانك يو انا انتقي الفقرات الجميله المضحكه اللي فيها خفه الطين خفه الدم انا كل حياتي كلها خفه الطين وخفه الدم ثقالة الدم مو عند غيري انا ما عندي ثقالة الدم انا فنان راي ضحك وسوالف وفنان وخفيف طينه وذو قبله وذو علم وذو خبر شفتوا حد بحياتكم يمدح عمره انا بمدح عمري ذبت حياتي هي واصل وفصل وعلم وخبر يعني بالحمد لله رب العالمين لحد ابويها الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بلادنا ابوك بكبرها مستوت الدنيا لين يومكم هذا ما فيها مرتزقه ما شيء عندنا ابوي نحن مرتزقه اللي عندنا كلهم عيال ناس وعرب وقبائل مثلكم شرواكم مرتزقه ما شيء ابوي مرتزقه يصيرون بلاد اللي من غير نحن بلادنا الحمد لله من قبل البترول وقبل ما يطلع النفط وقبل الناس بخير وسهالة وما حد أبوي محدث نعم الناس كلها عايش بخير وفضل من الله ومن أول بادي الفضل من الله سبحانه وتعالى ومن ثم من القيادة الرشيد والحمد لله الشعب كله في رغد وفي خير ونعمة
ما حد محدث نعمة ولا عندها مرتزقة الإمارات، كلهم أبوي خير وفي خير والله ملك الخير أبوي فوقهم وتحتهم وفوقهم سمن وتحتهم سمن ومطرشين أبوي بربرة بعد يزيدونهم سمن وكلهم عيال ناس وعرب قبائل ما شيء أبوي عندنا مرتزقة. المرتزقة روحوا يعرفون عمارة اللي مبلغ من هالبلاد مرتزقة ما شيء. اللهم لك الحمد. Thank you. في وصفه لملبورن وصفي أنا وتوصيف الملبورن كأنك داخل كلها كمدينة كأنك داخل دبي مول. تخيل يعني دبي مول كلها عبارة ملبورن مدينة تسوق كبيرة فيها من المولات، تدخل المول تظهر بعد نص ساعة. نحن حين إلنا ساعتين ثلاث كله في مول واحد، وأزقته وشوارعها جميلة وزحمته حلوة. شفت الزحمة الحلوة؟ ما بالزحمة الخانقة، لا الزحمة الحلوة الخفيفة، الزحمة الفنانة، ما بالزحمة المزعجة والروايح المنهجة، لا زحمة خفيفة داخل المول وفي السكيك لين خاري انك داخل دبي مول لكن على بلاد، يعني قارة بنايات تبني السلفيات وابراجها تسورها وانهارها ويبالها، كل ما تشوف شيء يعني ملفت للنظر، شيء جميل والبلاد وايد فنانة وحلوة ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني اللي ماي اللي استراليا وماي ملبورن عبارة بوي ماي ماي بقعة وايد حلوة، وعبارة عن قرى كل قرية تختلف عن الثانية. شفتوا القرية العالمية في دبي؟ هاي نحن الحين قرية، هاي المكان اللي نحن فيها عبارة عن مثل السوق الصيني أو المدينة الصينية، بناياتهم وسيلماتهم ودكاكينهم مطاعمهم وما فضل عنهم، كل شيء تتخيلون موجود. ما بين الساعة عشرات الساعات ابوي باله، ما يبالي يوم يومين، قال انها البلاد ابوي ملبورن ما يبالها ثلاثة ايام واربعة ايام، والله تحريتهم يبالغون. ما تبان ابو محمد العوق لندن الحين ولا ملبورن ما تباها؟ يا مرحبا ابو محمد، حياك ملبورن، نترياك انا والجابري ان شاء الله، واي شيء تبغي من ملبورن نحن حاضرين. هذه اجواء ملبورن يا ابو محمد، هذا هني الويست فيلد هذا المول، ونشوفك تصور شو اسمه في ملبورن ليكون لحول انت. القطن درجة أولى مصري والهدوب إيطاليات، الهدوب مع الأصفر إيطاليات والقطن مصري والخدمة في سكوتلند. هذا تحيقون هاك الأيام نبغي لومية حلوة مزروعة في الشمال عروقها في دير ومظللها عيمان.